أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتطوير النظام الرقابي في المملكة وتكريسه بما يصون المنجزات ويسهم في مواصلة مسيرة النماء والتطوير بما يعود أثرها على الوطن والمواطن، مشيرا سموه إلى أهمية الدور الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية وإسهاماته في تحقيق مزيد من المنجزات خلال المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع مع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث هنأه سموه بالثقة الملكية السامية بتكليفه في منصبه الجديد متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه. كما أثنى سموه على الجهود التي بذلها سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية طوال فترة عمله وأسهامات الكوادر الوطنية العاملة في الديوان. من جانبه أعرب معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تهنئته بمناسبة تعيينه وعلى ما يوليه سموه من حرص لتحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء للوطن والمواطن.